زفراتها تدع الرياض هم كل قلب حسرة هي وتدعو صدعت الجبال يا ابن ام بلبن واحد تغذينا وبيت الوحل محفوف بالهيبة تربينا يا خويا والعمر بحماياك من تقضن سنينا شلون امشي وعنت روح واليوم الحشر ملقاك تقل اخويا جنيت من بجمايات رمي وتنايش مدموع من تسيل وجنت وقفت ظل اللي من نام الشمس صوب تميل الصدق تالي اشوف انك من فوق الرمال جتيل او لا اقدر اظل لك عوض فضلك وفعلك ذاك تقل اخو حسبت لها ولا كانت تمر عالبال جسمك عثر قبالي وراسك عالرمح ينشال هي وراسك عالرمح العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. مسيرة التكامل منذ أن يولد الإنسان في هذه الدنيا وإلى أن يرحل منها، هذه المسيرة إنما جعلها الله تبارك وتعالى مسيرة تدريجية، لذلك جعل الله هنالك مراحل متعددة لنمو الإنسان من مرحلة الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة. كل هذه المراحل إنما يترتب على الإنسان أن ينظر إلى قدراته إلى طاقاته إلى إمكانياته، كيف بإمكانه أن يطور هذه المواهب التي منحه الله تبارك وتعالى. لذلك نرى البلوغ والتكليف الشرعي أمر من الله. لماذا جاء في عمر معين؟ جاء في علامات معينة، يعني أيها الإنسان جعل الله تبارك وتعالى لك ملكا عن اليمين وآخر عن الشمال ليحصي عليك كل صغيرة وكبيرة. كل شيء يعمله الإنسان منذ التكليف الله تبارك وتعالى يحصيها عليه، يحاسبه على كل صغيرة
وكبيرة، هذا أمر الله تبارك وتعالى. لذلك تبدأ العملية. طبعا هذه العملية تبدأ في صراع داخلي، أكو صراع في داخل الإنسان منذ أن كان قابيل وهابيل. قابيل الذي كان يمثل جهة الشر وهابيل جهة الخير. من اليوم الأول انتبهوا جيدا، مع أن هابيل وقابيل ابن آدم، للعلم ترى هذه التفاتة مهمة، أن هذا الصراع اللي صار بين أخوين، أولا لحمة القرابة والأخوة، الأمر الثاني أنه هو عامل أنهم أبناء نبي. صار هذا الأمر إلى وصل إلى حد القتل. يعني هذه رسالة أيها الإنسان، إذا خليت النفس الأمارة، هذه النفس اللي موجودة في داخلنا. هسه البعض يقول أنا أضعف، هذه عبارة أن أقول أضعف هو خطأ، المفروض ما أقولها، ما أقول عبارة أني أضعف، لأن هذا الضمير الواعي يستقبله، تروح إلى العقل الباطن، أكو شيء في واقعنا اللي الإنسان يتبرمج على هذا الشيء يسموه العقل الباطن. أي كلمة تقول أنا بخير، واحد يسأل يقول لك شلونك اليوم، تقول له الحمد لله، عبارة الحمد لله يعطي انطباع إيجابي. ولكن خلي واحد يقول لك شلونك اليوم، تقول له مو زين اليوم، فعلا هذه كلمة مو زين ياخذها الجسد، وفعلا راح تكون إنسان مو زين في ذاك اليوم. ولكن لما دائما، لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تفاءلوا بالخير. ليش تفاءل؟ بس واحد يقول التفاؤل مو شيء حقيقي، أمنية هي، صح ولا لا؟ هي مو قضية موجودة. يقول تفاءل يعني ترقب الخير، فإذا أكو دلالة، أكو أثر. يعني الإنسان المتفائل دائما يختلف على المتشائم. هذا المتشائم دائما لما يأتي يجيب المشاكل معه، ولكن الإنسان الذي ينطق بالخير رغم وجود كثرة المشاكل أقول الحمد لله أنا بخير. الإنسان عنده أزمة كبيرة ومشكلة كبيرة يقولوا له شلون، الحمد لله بأفضل حال. هذه الكلمة تأثر تكوينيا، تؤثر وتؤثر على الإنسان. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى يريد يبني الإنسان، يكون الإنسان، يقول له أنت كجسد أنا علي، هذه الدورة الدموية، هذا كريات البيض، الحمر، جريان الدم، نمو الخلايا، موت الخلايا، استبدالها بخلايا ثانية، نمو جسدك، ما لك علاقة في هذا الشيء، أنت ما لك علاقة. أنت أقول لك أكل تأكل أنت الإنسان، نمو الجسد أنت تجعل النمو بيدك، النمو مو بيد الإنسان. تروح على كل الأمور اللي في داخل جسد الإنسان، هذه عملية الهضم بيدك أنت مو بيدك أنت، كل الأمور بيد الله رب العالمين. يقول جسديا أنت مالك علاقة، الموضوع عندي، لا تشغل نفسك، ولكن اذهب ونمي نفسك، نمي علاقتك بالله تبارك وتعالى. اجعل هدفية وجود الإنسان في هذا العالم هو التكامل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن من يعمل بهذا؟ بالله عليك، إحنا في 24 ساعة، كم ساعة من 24 ساعة نجعلها عبادة لله؟ قل لي كم ساعة أنت اليوم؟ كم ساعة بال 24 ساعة ننام؟ كم ساعة نقضيها ذهابا إيابا، قعدات، روحات، جيات، أكل؟ كم ساعة بال 24 ساعة نجعلها لله؟ نجعلها تكاملا. بس الإنسان هذه الحياة ماشية، وهذا الأكل ماشي، تروح الريوق موجود، الظهر غدا موجود، والعشاء، وترجع بالليل، هذا روتين يومي موجود عندك، ولكن ماذا قدمت لله اليوم؟ شنو يختلف عن أمس؟ أمس شنو يختلف عن أول أمس؟ بكرة أنا شنو راح أسوي؟ شنو راح أخلي عملي ويومي مميزا؟ وإلا أنا يومي حتى اليوم مجالسنا، أنت شايف البعض يسموها عادة، هذه أكبر خطأ. شنو عادة؟ ما عندنا شيء اسمه عادة. التعود، كلمة عادة كلمة اجتماعية موجودة، بالعكس أنا حضوري في هذا المكان والله متعود، لا لا، أنا أذهب امتثالا لأمر الإمام الصادق أحيو أمرا. اختلف المعنى، تارة والله الجماعة هناك يتواجدون أنا أتواجد وياهم، هم متعودين على هالشيء هذا، لا، أنا أذهب امتثال لأمر الإمام الصادق، لأن هذه مدرسة أهل البيت،
وهذه المدرسة لازم يحضر فيها الرجال والنساء رغم كل الظروف، لازم أمور احترازية. لازم اليوم تعال شوف هذا وضعنا في العراق في أماكن ثانية، اليوم إلى جوار الرجل المرأة لازم تنمو أيضا. هذه مجالسنا، تربي أولادنا وتربي عيالنا على مدرسة أهل البيت، على فكرة أهل البيت. ترى اليوم عندنا ضمان واحد لفكرة أهل البيت، هي هذه المجالس، هي هذه المدارس التربوية اللي تربي أولادنا. لذلك اليوم رغم كل الظروف لازم المرأة تحضر، رغم كل الأمور اللي تصير لازم هذه المجالس. كل أهلنا اليوم، أولادنا، عيالنا، نساءنا، بناتنا، أولادنا، الكل لازم يحضر. وهذا الحضور هو مسيرة التكامل. اليوم أنت اليوم الأب، تعال اليوم بالله عليكم، اليوم الأب كم ساعة يصرف على عياله في تربيتهم؟ ما يصرف ترى شيء. أو إذا يعني الأب اليوم كل ما يسوي يهيئ المكان والأكل والشرب والملبس، وبعد شنو؟ منو اللي يربي على فكر أهل البيت؟ ترى اليوم إذا اليوم لا نعمل بدقة، وهذا علوم أهل البيت اللي ضمن بحوثنا في معرفة الإمام، نعمل لتكاملنا، تكامل أولادنا، مجتمعنا. ولا ترى هذا ولدك باشر مو إلك، أنا أقول هالكلمة وراح تشوف المستقبل شي يصير. أنا متفائل مو متشائم، ولكن اليوم إذا عيالنا اليوم ما نربيهم تربية عقدية عقائدية، إذا ما أعطي عقيدة صحيحة، باكر ولدك مو إلك، باكر ولدك يعتقد أنت خارج عن العقل وعن مسيرة الإنسان وعن هذه المسيرة. لذلك تلاحظ أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان يركز على هالتكامل العقائدي، هالعقيدة الصحيحة، شلون أقدر أنا أربيها؟ أكو شيء أنا أقدر عليه، أكو شيء ما أقدر عليه، خلي أجيب أجواء. اليوم واحدة تتصل تقول أني عندي هذه أختي كبيرة أكبر من عندي، عمرها 28 سنة وما تصلي. زين، يعني 28 سنة تختلف عن واحدة عمرها 12 سنة، تختلف عن واحدة عمرها 14 سنة، 28 سنة. بس أيس أنا؟ لا ما أيس، أكو مشكلة يا جماعة. زين، في بيئة كلها موالين مؤمنين ملتزمين، ولكن هذه تسمع الغناء ولا تصلي، شنو المشكلة؟ احنا الأجواء ما هيئناها. اكو واحد نوديه يمشي نزيده، واحد اللي ما نوديه بالطريق الصحيح ما يمشي في هذا الطريق. لذلك تلاحظ اليوم احنا القرآن يقول، انتبهوا جيدا، يقول إنا، الخطاب علما إلى الله تبارك وتعالى، إنا كل شيء. كل شيء يعني ماذا؟ يعني حجر، مدى، ماء، سحب، بحار، فصول، كل ما في الدنيا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني مقدار معين، ضوابط معينة. يقول لك اليوم، اليوم هذا الهوى شلون صاير؟ كله بتدبير من الله. الزلزال بتدبير من الله، فيضانات تدبير من الله، الريح تدبير من الله، فصول الأربعة تدبير من الله، هالمكان أبرد وهالمكان أكثر حرارة تدبير من الله، اليوم في مطر تدبير من الله، في ثلج تدبير من الله. كل ما في الدنيا، مو يوم الله الشمس شلون صار، كل شيء القرآن يقول، يعني الله تبارك وتعالى له إحاطة بكل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر. زين، تعال اليوم إلى معرفتنا بأهل البيت، هل هي بقدر معين أو لا؟ أولاً رسول الله يخاطب الإمام أمير المؤمنين يقول له: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرفني إلا الله وأنت. يعني رسول الله أغلق الباب، يعني خلاص نبتعد عن المعرفة. لا، هو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه. فإذا المعرفة مقدرة بقدر إلي وإلك، إحنا معرفتنا. خلي أضرب لك مثال، مثال من هذه الأمثلة. تشوف تنظر مثلا مالك الأشتر، مالك الأشتر كان من خيرة أصحاب أمير المؤمنين. مالك الأشتر اللي الإمام أمير المؤمنين يقول: كان لي كما كنت لرسول الله. هذا قليل، تصور، هذه منزلة كبيرة عظيمة. ولكن هل هو من الحواريين؟ لا، مو من الحواريين. يمكن تسأل، أسأل بعد أسامي كثيرة، صعصعة بن صوحان من أصحاب أمير المؤمنين، ولكن مو من الحواريين. تروح إلى كميل بن زياد،
من خيرة أصحاب الإمام، ولكن ليس من الحواريين. حتى عمار بن ياسر لا يذكر من حواريين. شنو السبب؟ يعني في كل هذه المجموعة لأصحاب أمير المؤمنين تشوف هنالك أربعة. ليش أربعة؟ شنو السبب؟ هذه درجات المعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة على قسمين. أولا المعرفة العقلية التي تتعلق بالتقوى، والمعرفة الثانية المعرفة القلبية التي تتعلق بالسلوك، سلوكك اليومي، تعاملك مع الله، تعاملك مع أهل البيت يدل على. مثل ذاك الإنسان يقول أبو فاضل أنت ما قضيت لحاجة بعد، أنا ما أجي أزورك. هذا أكو ناس يقولون هالشيء ولا لا؟ أنا بعد ما أزور علي بن موسى الرضا، طلبت من عنده حاجة وما أعطاني هالحاجة. شنو الإمام قاعد عشان يقضي حواجك؟ منو أنت؟ أنت تخطأ، أنت تسوي مشاكل، أنت تبلي بنفسك بنفسك وتروح على أهل البيت وتطلب من أهل البيت، والله ما إذا قضوا حاجة أنا ما أزور الإمام بعد. أنا قلت السيدة المعصومة، قلت له تقضيني هذه الحاجة أنا أزورك، ما تقضين بعد ما أزور. شنو هالتجري هذا؟ شنو هالأخطاء مع؟ شوف هذا معرفة. لما ماكو يقوم الإنسان حشاكم يخربط بالكلام، يقوم يقط كلام اللي هذا الكلام ما له أساس، ما عنده معرفة بالإمام. شنو الإمام قاعد يقضي حواجك أنت؟ شنو الإمام؟ أنت أي شيء تريد من الإمام المعصوم الإمام يوفر لك. لما أقول لك المعرفة درجات، هذا تعامل الإنسان، تعامل مع الإمام. مالك الأشتر شنو أجي قال الإمام أمير المؤمنين؟ قال يا أمير المؤمنين الناس ذهبوا إلى الشام، راحت العالم لمعاوية، فرق بالعطاء. ليش تعطيهم عطاء واحد؟ يا أمير المؤمنين فرق بين العجم والعرب، بين قريش وغير قريش، بين المولى وغير المولى، فرق بينهم بالعطاء. قال شوف الإمام يقول للناس راحت ما بقى واحد معانا، أعطي فلوس هذه وينتهي كل شيء. الإمام التفت إليه، شوف شنو قال الإمام. قال له أتأمرني أن أطلب النصر بالجو؟ يعني أنا انتصر على الآخر وأظلم ناس؟ أتأمرني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لو كانت هي أموالي لساويت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ زين شلون مالك الأشتر يتجرع على الإمام أمير المؤمنين على مكانته؟ شلون يتجرع على الإمام يقول له؟ يعني الإمام ما يعرف عمله؟ الإمام الحسن شي يقول لسفيان بن أبي ليلى يوم اللي يدخل على الإمام؟ استغفر الله ربي واتوب. يعني ترى هذا خطأ احنا نوقع فيه، يمكن نعوذ بالله. يدخل على الإمام لما صالح معاوية، يدخل على الإمام يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. أكو واحد ويا إمام يتكلم الكلام؟ شايف؟ لما أقول لك المعرفة، لما واحد تعامل مع أهل البيت يكون خاطئ. هذا التفت إليه الإمام قال له ادخل يا ابن أبي ليلى. دخل التفت إليه الإمام قال ماذا قلت؟ شوف الإمام يتعامل عامل، هذا علماء النفس. شوف الإمام شو يقول، يقول له عيد شنو قلت؟ قال قلت والسلام عليك يا مذل. قال له الإمام أمير المؤمنين الإمام الحسن المجتبى، قال له الإمام الحسن، قال يا رجل إنا لو وجدنا الحق تمسكنا به، ما يحتاج تعلمني أن هنا هذا حق وأن هذا باطل، أنا أدخل بصلح مع الشام ولا ما أدخل بصلح، هذا مو شغلك أنت، نحن أهل بيت لو عرفنا الحق تمسكنا به. أنت يا مالك لما نشوف الإمام أمير المؤمنين يساوي بالعطاء، هو حجة الله، ما يصير أنا أقترح على الإمام، ما يصير أتكلم. ومرة أخرى مالك الأشتر أيضا يحارب وأمير المؤمنين يحارب، شاف نفسه بمقدار ما يقتل علي بن أبي طالب هو يقتل. شوف دير بالك الإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق عنده عبارة اللي كلها دروس. صدقوني مشكلتنا ما نقرأ أدعية، ولما نقرأ أدعية همات واحد قاعد يقرأ دعاء أنا كذا أسوي أفكر أفكار أروح يمين شمال أقول هذا متى خلصت أول رأسنا إيش كثر طول علينا هذا، أصلا ما أفهم الدعاء، أصلا ما أعيش الدعاء، ما أفهم الإمام شنو يقول، شنو الرسالة. صدق اليوم في مجالسنا لازم دعاء مكارم الأخلاق في سائر أيام السنة يقرأ نتربى
أهل البيت يربون على هالتربية. يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب. العجب حالة مرضية، يعني أشوف نفسي اليوم أنا صليت جماعة، اليوم صليت صلاة الليل، اليوم أنا صليت صلاة جعفر الطيار، اليوم قريت دعاء أبي حمزة الثمالي، قريت اليوم دعاء كميل. إذن شوف، بمجرد ما يصير هذا مرض عند الإنسان وما يشعر به، ترى هذا مو غيبة، تارة غيبة، تهمة، نميمة أنا أشعر بيها، لا ما تشعر بيها. شوف العبارة، يقول ولا تفسد عبادتي، يعني العبادة وإن كانت قوية وإن كانت مهمة تفسدها. بس تشوف نفسك، بس تشوف حالك، مالك شنو صار عنده؟ مالك قال أنا أقتل، صح؟ وعلي بن أبي طالب يقتل، بمقدار ما أنا أقتل أمير المؤمنين يقتل. ففي قلبه هو يفكر، ترى شن قلت لك؟ قلت لك المعرفة القلبية. فإذا ما الفرق بيني وبين علي بن أبي طالب؟ هو يقتل وأنا أقتل، مقدار ما هو يقتل كان شجاع. مالك أنا أقتل أيضا. راح عند أمير المؤمنين قال يا مالك انتبه، والإمام يريد يخلصه، هذا من أصحابه أهل البيت، يوم الإنسان يقع في خطأ ينقذونه، ما يخلونا نطيح بالخطأ. مسكه قال له تعال يا مالك، الفرق بيني وبينك تعرف شنو؟ قال ماذا يا أمير المؤمنين؟ هذا هو يتخطر في قلبه. قال أني أنظر إلى الإنسان إلى سبعة من نسله ومن ذريته إن لم يكن فيهم مؤمن أنا أقتله، ولكن أنت تقتل لا تنظر إلى ذريته. هذا الفرق بيني وبينك، أنا ما أقتل إنسان إلا أن أنظر إلى سبعة من ذريته إن لم يكن فيهم مؤمن أنا أقتله، ولكن أنت تقتل هكذا من دون ما تعرف هذا الشيء. هذا الفرق بيني وبينك، يعني دير بالك انتبه. هذا نمط من المعرفة، مع أنه كان من خيرة أصحاب أمير المؤمنين، بس إلى درجة معينة، ما يوصل لسلمان بعد، ما يوصل إلى أبو ذر، ما يوصل أويس القرني، ما يوصل إلى محمد بن أبي بكر. الإمام، التسليم إلى الإمام يعني ماذا؟ يعني أي شيء وارد عن أهل البيت. لا تقول لي أنا الدكتور دارس وهذه الرواية. يا أخي أنت دكتور، علمك محدود، مع احترامي إليك، مع احترامي للمهندس والدكتور، أنت علمك محدود. علم الإمام أمير المؤمنين وعلم الإمام غير محدود، أنت ما تقدر تقيس نفسك بالإمام بعلم الإمام، علمك محدود أنت مهما بلغت ما بلغت. والدليل على ذلك اليوم روح شوف الدكاترة، اليوم دكاترة يوصلون إلى نتيجة علمية بعد 20 سنة يغيرون هالنتيجة العلمية. هشلون دكاترة؟ هشلون علم حديث؟ هشلون تكنولوجيا وتقنية؟ شلون يغير؟ ولكن كنت سمعت إمام غير؟ سمعت؟ في كل روايات أهل البيت عندنا 14 معصوم. سمعت يوم من الأيام النبي قال شيء والإمام الصادق قال شيء ثاني؟ سمعت شيء الإمام الهادي قال شيء والإمام الباقر قال شيء ثاني؟ أبدا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على التكاملية. فبمقدار ما عندي معرفة، هذا نموذج مالك، أكو نموذج آخر. النموذج الآخر هذا جانب من المعرفة. فإذا أنت إنسان مهم وطيب ومؤمن، بس هذه درجتك، أكثر من هذا ما عندك درجة. تروح إلى درجة أخرى من المعرفة، ترى هذا تطوير الإنسان. لا تتصور أنت نايب بمكانك ورايح وجاي تتطور، لا، لازم أنت تبادر، تخلي برنامج يومي لنفسك، تطور نفسك. اليوم أكو شلة أصدقاء طالعين ما أروح وياهم، اليوم قاعدة مع الديوانية بعض الأوقات ما أروح، اليوم طلعة ما أروح، اليوم سهر عندي ما أسهر، أسعى في تطوير نفسي. إحنا مشكلتنا ماشيين على هالناس اللي ماشيين ونايمين وياهم وطالعين وياهم ورايحين وجايين، هذه حياتنا المملة. وبعدين أسعى أقول اللهم اجعلني من أنصار الحجة، مستحيل تكون من أنصار الإمام، من أصحاب الإمام هذا الموضوع منتهي، لا نتكلم فيه، نتكلم في أنصار الإمام. سوى واحد لا ينقلب بعدين، هذا مهم. على كل حال، النموذج الآخر هذا نموذج مالك، شوي كلام قاسي يمكن عن مالك، بس هذا لازم نحكي فيه بعد. إحنا أكو أمور عشان توصل لللب لازم توصل لأمور تتفتح إليك. تروح إلى جابر، جابر بن يزيد الجحفي. جابر كان للإمام الباقر كما كان سلمان من رسول الله، عرفت الحين؟
عرفت وين واصل؟ كما كان سلمان، سلمان خيرة أصحاب رسول الله. جابر بن عبد الله الأنصاري هذا كان في زمان رسول الله وامتد عمره إلى عهد الإمام الباقر. هذا لا، هذا جابر بن يزيد الجعفي. هسه بين قوسين بعض يقول ليش اسمه يزيد؟ يا أخي اسم أسماء. شوف الآن، الآن تروح واحد مثلا في ذاك الوقت اسمه فلان، هذا مو كان إلا لفلان شخص، عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم مو بس هذا اسمه عبد الرحمن، كثير من الناس اسمه عبد الرحمن. فلما تشوف اسم تقول ليش الإمام علي سلام الله عليه خلى اسم فلان واحد من أعداء أهل البيت؟ يا أخي هذا الاسم موجود مو لزيد فقط من الناس، هذا موجود لكل الناس. الإمام أمير المؤمنين يقول وضع اسم ولده عثمان، لماذا؟ لحبه لعثمان بن مضعون. ملتفت؟ فلا تقول ليش الإمام واضع اسم أعداء أهل البيت، لا، الإمام لم يضع، وإنما هذا اسم موجود، أسماء موجودة. هسه في واحد زين حاط هذا الاسم، في واحد مو زين حاط هذا الاسم. هسه أنت تقول هذا صار بس هذا الاسم؟ لا، هذا الاسم متداول موجود في كل مكان. اسم يزيد كان موجود قبل اللعين يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، قبل هذا من قبل كان موجود اسم يزيد، ومن بعد كان اسم يزيد. نعم صار علم على هذا الإنسان. فعلى كل حال جابر بن يزيد الجعفي هذا منو كان؟ تدري شنو كان؟ خل أوضح لك منو. لما أقول لك صحابي تقول إيه صحابي، شايف مرجع التقليد، شايف مراجع التقليد اللي عندنا، شخصية أعظم من مرجع التقليد. أنت شايف مرجع التقليد مراجعنا وعلمانا شلون يمشون، شلون يقعدون، شلون يتعاملون مع الناس؟ هذا إنسان أعظم من مرجع التقليد، مستوى راقي عنده. جاءت له رسالة من الإمام الباقر، الإمام الباقر في المدينة هو بالكوفة. يا جابر أظهر الجنون. قال الرسالة شنو هذا؟ مرة تجي رسالة أطلع روح اختفي سافر فلان مكان، لا، أظهر جنونك. من الإمام الآن واحد يقول لك أظهر جنونك، مرجع تقليد لا، أعظم من مرجع تقليد. اسمع شوف المعرفة والطاعة. بعد يقول لي يا ابن رسول الله ليش، يا ابن رسول الله ليش أكون مجنون؟ تدري هذا كلام من واحد يتحمل واحد يكون مجنون يظهر بالجنون؟ تتحمل؟ ترى ما يتحمل واحد من عندنا، هذا كلام نقوله إحنا. واحد من عندنا من يتحمل هذا الشيء أن يتظاهر بالجنون قدام الناس؟ من يقدر يتظاهر؟ أسأل سؤال. جابر شاف الرسالة من الإمام الباقر، قبل الرسالة، التفت وتوجه، أخذ خشبة وضعها تحته وصار يركض في أسواق الكوفة ويطل حركات المجانين. جابر بن يزيد الجعفي العالم الجليل حواري الإمام الباقر صار يظهر الجنون بالشارع. الناس قالوا هذا عالم، هذا جليل، شنو صار في انجن؟ انجن لا إله إلا الله، انجن جابر، صار مجنون. والأطفال وراء يركضون، هذا مجنون بعد الشارع، أطفال وراء يركضون. أيام إلى أن جاء الأمر إلى الخليفة، إلى الوالي اللي كان بالكوفة أنه اقتل مجموعة من ضمنهم جابر بن يزيد الجعفي. قال له يا سيدي هذا جابر واحد مجنون بالشارع. قال له زين اتركه، ما دام مجنون واحد يقتل مجنون اتركه خليه يروح. جاءت إليه بعد ذلك بيوم الرسالة من الإمام الباقر، يا جابر عد إلى ما كنت. صار إنسان عالم كذا، رجع لوضعه. تعمل هذه المعرفة، وين معرفتك؟ أين معرفة الإنسان بالإمام؟ هذه درجة، هذه درجة من الدرجات. بعد خلطك درجات أخرى في زمان، هذا في زمان المعصوم. رجل طبعا اللي يروي هذه القضية هو الشيخ الوحيد المرجع الكبير، يروي هذه القضية يقول رجل أخبرني، يقول هذا يوم اللي صارت الحرب بين الروس وبين إيران. يقول واحد، يقول هو طبيب، هذا رجل طبيب، يقول جاءني رجل قال لي أنا مصاب، سوي لي عملية طلع هذه الرصاصة من داخل جسمي. قلت له ما يخالف، أقعد انتظر خلي يجي هذا الطبيب المخدر، خلي مخدر بعدين. يقول قال لي لا ما يحتاج مخدر. أنا طالعت قلت له شنو ما يحتاج مخدر؟ هذا يحتاج مخدر.
قال أقول لك ما يحتاج مخدر، لا تنتظر الطبيب المخدر، سوي العملية. يقول شفت نظرت إلى نفسي، اسمع زين، نظرت إلى نفسي أنقاد إليه من دون إرادتي. واحد قاعد يمشيني أنا ما أدري، كان واحد يمشيني، يقول واحد يمشيني بهذه الطريقة، يقول وإذا بأنظر إليه تمدد نام على ظهره، قام يقول هالكلمات بسم الله النور بسم الله النور، وقام يقول مجموعة من الأذكار. يقول أنا شعرت كأن روحه خرجت من جسده. قلت هذا إنسان مو عادي، هذا مو إنسان، هذا مو مثلنا، مثلنا إحنا شنو الحين أتمدد 100 مرة أقول بسم الله النور، شنو هذا مو إنسان عادي. يقول تمدد، قال كرر هالكلمة بسم الله النور بسم الله النور، تمتم بلسانه، يقول شفته صار جثة كأن روحه خرجت. يقول رحت علي أنا طلعت سويت العملية بدون أي تخدير، وطلعت الرصاصة هذه داخلة في جسده، خيطته وخلصت انتهيت. يقول وإذا بهذا الإنسان قام تعجبت، طالعته قلت له تعالت منه. يقول شوية تكلمت، يقول وإذا بي وصل لي شوية كلمته، عرفت هذا من الذين يتواصلون مع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذا من الناس الذين يأكلون لست كما أنا أكل، يوم يرايح على مطعم مو عارف هالمطعم من وين، مو عارف لحم من وين، قاعد على أي سفرة، أي مال يدخل في جيبه، أي عمل يعمل، لا، هذا إنسان مرتبط بالإمام الحجة. هذا الارتباط، تشوفه شنو صار، شفت الناس وين تعيش، شفت الناس. يقول بعد فترة قلت له يابا احنا في وضع الآن في وضع تعبان سيء، الناس يقتلون. قال الأمر ينتهي. يقول طالعني، قلت له اطلب من سيدي مولاي صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه يخلصنا من هذه المأساة، من هالأزمة، من هالمشاكل. هو طالعني قال لي ينتهي الأمر، ما شاء الله ينتهي الأمر. يقول ما صارت إلا أيام انتهت الحرب. شنو هذول الناس؟ هذول مو مثلنا، مو مثلي ومثلك، مو ياكل وينام. وين الفرق؟ تعامله مع الإمام يختلف، معرفته بالإمام عجل الله تعالى فرجه. أيضا واحد من علماء قم يروي هذه الرواية، أنا أذكر هالقصص هذه بس حتى نعرف أنه الفرق بيننا وبين هؤلاء الناس، إش كثر في درجة من المعرفة، معرفتي بإمامي إمام العصر والزمان، إمام زماننا. صدقني نحسن، تحس الناس يحسون، الله وكيلك ما يحسون بالإمام. عموم الناس مشغولين، الناس من بس نص شهر رمضان صار يفكر بالشراء والحريم، راحوا للسوق واشتري وكذا وأطلع وعزايم وروح وتعال. الحين موعدنا شهداء، أيام معدودة وكل شيء نسوي يروح. أخي ابن آدم، يا ابن آدم يشوف الموت الغيرة، يشوف المصائب الغيرة، تروح الأيام وتجي الأيام ينتهي هذا الإنسان. وهذا يدل على كثر قريب من أهل البيت. واحد هذا العالم الجليل، والواحد من الناس الذين كان يتبرأ من أعداء الزهراء سلام الله عليه، كل ما يسمع السيدة الزهراء ومصيبة الزهراء سلام الله عليها، شلون دخلوا إلى بابها دارها، شلون أحرقوا الدار، شلون أضغطوا عليها وعصروها بين الباب والحائط، شلون السيدة الزهراء راحت وجرت الحسن والحسين وأمير المؤمنين في المسجد، شلون السيدة الزهراء منعوها من البكاء على أبيها رسول الله. هذا الرجل دائما يذكر هذه المصائب ودائما يذم أعداء أهل البيت. يمشي هذا واحد فاطمي، هذا بقلبه نار، هذا بوجودك شعلة من النار، من الولاء، من الانتماء، من العشق، من الغرام لأهل البيت طيلة أيام السنة. هذا رجل فاطمي عاشق للزهراء، يذكر مصيبة الزهراء يتألم، يأكل بنفسه، يحرق بنفسه، يتكلم يقول. يوم الأيام مسك هذا، كان الوالي في ذاك الوقت كان ناصبي، أخذه وأجرى عليه التعذيب، ما أطول عليك، عذب عذاب أنه أكسر أسنانه، أخرج لسانه وقطعه، ثم ثقب أنفه،
ثقب أنفه وخلى خيط في أنفه وجرب الشارع ودا إلى السوق قدام الناس ضرب وضرب ما طول عليه قطوه في داخل بيته جنازة. اليوم الثاني شافوه بالمسجد وجهه نوراني يضحك، هو رجل كبير شايب ولكن كروح الشباب يضحك ويسولف ويتكلم. شنو هذا؟ هذا برحة شفنا جنازة قاعد يموت، شنو اللي صار؟ يقول رحنا لعنده، رحنا عدنا، شنو اللي صار؟ قال اللي شفته هو صح، كسروا أسناني، قصوا لساني، تسمع أنت الحين، وخلوا في أنفي هذا الخيط، زرفوا أنفي ودخلوا في هذا الخيط وجروني بالشارع وعذبوني، ألقوني عند أهلي وأنا كالجنازة. يقول أنا أيقنت بالموت، انتهى خلاص آخر شيء هذا. يقول أيقنت بالموت، يقول في ذيك اللحظة أردت أن أقول مولاي يا حجة ابن الحسن. يقول تقول بلساني ما قدرت، ساني قاطعينه، ما أقدر أقول يا حجة ابن الحسن. يقول بقلبي قلت يا حجة ابن الحسن أغثني. يقول وإذا بي أنظر إلى رجل ذو هيبة ووقار ونور جالس إلى جنبي، قال لي ماذا تريد؟ يقول عرفت هذا الإمام بقية الله الأعظم، هذا إمام زماني، هذا الإمام اللي ما يهدكم الإمام الحجة، والله ما يترككم الإمام الحجة. لا تتصور الإمام غافل عنه، الإمام يدري بوضعك، يدري بمصيبتك، توجه للإمام، توسل للإمام في الحسينية، في المسجد، روح عند البحر اقعد احكي مع الإمام، ابكي مع الإمام، توجه بكل خشوع احكي مع الإمام. سيدي أنا هذا حالي. قلت له سيدي هذا حالي. قال لي قم من مكانك واذهب إلى عيالك وأهلك وعمل لكي تصرف على أهلك. يقول هسه شلون لسانه رجع، شلون وضعه رجع؟ كله ببركة الإمام عجل الله تعالى فرجه. أرد أقول هذه معرفته بالإمام أرجعته. أنت شنو معرفتك اليوم بإمامك الحجة؟ شنو عندك معرفة؟ شنو عندك تواصل؟ شنو عندك العلاقة اللي لازم تقوي هالمعرفة بالإمام الحجة؟ ترى الناس كثيرين يقولون احنا عندنا علاقة بالإمام، ولكن أي علاقة؟ ذول أهل الكوفة قالوا قلوبنا معك، والله يكذبون، يعني قلب مع الإمام الحسين ويحمل السيف على الإمام. لذلك قالوا يا ابن رسول الله قلوبنا معك وسيوفنا عليك، أي قلب هذا يركضون وراء الأطفال والأيتام؟ يأتي عمر بن سعد يقول اشهدوا لي عند الأمير أني أول من يرمي خيام أبي عبد الله الحسين. يضع السهم يوجه إلى خيام الحسين وإذا بها احترقت، النساء والأطفال. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة صغيرة تركض يمينا وشمالا والنار علقت بثيابها. تقول من وين النار؟ لأنه رموا الخيام بالنار فاحترقت الخيام. ذول أطفال موجودين داخل الخيمة، طلعوا من الخيمة وهم محترقين، النار وياهم. حميد بن مسلم يقول ركضت وراء هذه الطفلة، أريد هذه الطفلة أهدئها أطفي النار، كل ما أركض كل ما تهرب مني إلى أن وصلت إليها. يقول وقفت هذه الطفلة استسلمت، قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى. قالت هل قرأت هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت بلى قرأتها. قالت يا شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله وطفل أخرى يركض اللعين خلفها يأخذ القرط هالتراجي، يأخذ من أذنيها ويسحبه، تسيل الدماء وهو يبكي. تقول له تسلبني وتبكي؟ يقول لها إلا ما أسلبك يسلبك غيري. يقول
يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى امرأة واقفة إلى جوار الخيمة، أشوفها مرتبكة متغيرة تروح تأتي، والنار قربت من ثيابها. أمت الله النار قربت من كما التفتت إلي، أمت الله النار دنت من ثيابك ما التفتت إلي، أمت الله النار التهمت ثيابك التفتت إلي. قالت: يا ظالم أعلم بذلك، ولكن لنا عليل بالخيمة. من هذه عزيزة قلبك هذه؟ سألت عنها، قيل لي: هذه زينب بنت أمير المؤمنين، دخلت على الإمام زين العابدين. يا بقية الماضي ويا ثمال الباقين، لقد أحرقوا خيامنا، بين لنا ما نصنع. قال مولانا زين العابدين: عم زينب عليكن بالفرار، ففررن بنات رسول الله وهن ينادين: وحسينا وإماما، يفترن خوات حسين من خيام لعد خيام، يفترن خوات حسين من خيام لعد خيام، كل خيام تشب بنار، طلعن ضربن الهام، والسجاد جو سحبا، وما ظلت بالكفر شيم، وما ظلت بالكفر. شقف بدينا يا شمايات العدوان، لينا ابونا نجتل واحنا نسبينا، اول ولا طارش اللي يصل المدينه يخبر علي بالمرعى لينا، يخبر علي بالماء. يا علينا من نجمة خيول العدو والحدود المخيم، دنت طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وجبت، صاحت: يا ابو اليم عدل لو روحك الطيبة ظهرت، ان جانك حي انتهض، واسرع ترس كينا انولدت. ويلي ويلي قام وعلى وجهه وقع، قام وعلى وجهه، وقام الضائعات بعدك ضعنا يا الله يا أرحم الراحمين. إلهنا بغربة زينب، بمظلومة زينب، بمظلومية زينب، بيتم أطفال أبي عبد الله الحسين، يا الله اللهم أنظر إلينا نظرة الرحيم في هذه الليالي هذه الأيام، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله. ارفع يدك للسماء، توجه إلى الله، ادعوني أستجب لكم. يا حبيبا من لا، يا حبيبنا، يا طبيبا من لا، يا راحما من لا، من لا،
أنيسا من لا يا أنيس لا يا سند من لا يا أمانة يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله. أطلب حوائجكم إلى الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اقض حوائج المحتاجين، من على مرضانا، على جرحانا، على المصابين، اللهم من عليهم بالصحة والعافية والشفاء يا الله. اجعل عواقب أمورنا خيرا، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا الله. اللهم شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله. من يكيد بهم سوءا رد كيده في نحره يا أرحم الراحمين. إلهنا تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أمواتكم، إلى شهدائي شيعة أمير المؤمنين، شهداء جامع الإمام الصادق، إلى أمواتكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.